الرضا تعلم عليك، فاهم؟ او من غير ما تحس ان هي لا ده هو مش عارف الكلام ده، او ده مين ده، ده امتياز، امتياز اللي هو كانه خلاص يعني، فاهم؟ بسرعه كده هنعمل عباره عن فيديوهات بس نوريكم المهارات الاساسيه اللي محتاجينها ان شاء الله للتعامل مع العيانين. اول حاجه نشوفها الانجكشنز بانواعها، بعدها الكانيوليشن وسحب العينات والاي بي جي، تركيب المحاليل يعني انا هعدي عليها بسرعه، ازاي تركب محلول، رسم القلب، وازاي نعرف نبتدي بانهي ناحيه، الحمراء الزرقاء الخضراء، المشكله الازليه دي، ازاي تركب قسطره ميل وفيميل، الرايل انتيوبيشن عارفينها اللي هي النيزو جاستريك تيوب، بتوصل تيوب من مناخير العيان لحد المعده عشان تعملوا مثلا جاستريك لافاج لو غسيل معده، او تدي له فيها محلول تعمل له غسيل معده بنفسك يعني تحقن انت، او تعمل اريجيشن، او تعمل تشيل البلاد لو عيان مثلا عنده فاريسز. سي في بي انا مش هتكلم عنها، مش المهمه. البلاد بريشر ميجرمنت يعني هو حاجه عاديه ربما لكن هي للمراجعه. طيب الانجكشنز انا خلينا على الفيديوهات على طول دلوقتي. اهم نقطه تتعلمها جدا 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 هي الانفكشن كنترول في تعاملك، الحاجه اللي تحميك شخصيا وتحمي العيان في نفس الوقت. انتوا معايا؟ الكلام ده مش مشاكليات مثلا او بتاع، لا انت لا مش تعرفها الا ما يحصل لك زي انا مثلا تتشك وانت شغال في الفيلد، واحد يجي يشكك بالابره والعيان عنده فيروس سي، وصلك؟ ساعتها تعرف فعلا قيمه ان انا احمي نفسي واحمي العيان. طيب اول جزء هوريه لكم هو الجزء ده الخاص بيه، ازاي اغسل ايدي او اعقمها بالكحول. ركزوا كده مع الفيديو ان شاء الله. موجود في السوق كحول بالشكل ده عباره عن جل كده ماشي، او الكحول العادي ده عباره عن جل، جل عليه كحول للتطهير بس. هتغسل باطن ايدك مره واحده بالشكل ده مع الفريكشن، بعدين ظهر ايدك بطن بالظهر والعكس بالعكس، هيعمله دلوقتي. الخطوات دي مهمه، يبقى قلنا البطن وبعدين الظهر، بعدين شايف ده هدفه ايه دلوقتي؟ هدفه بين الصوابع. دي باطن الاظافر، هو انتم فاهمين ده بيعملها ازاي ولا صعبه؟ هتتني ايدك ويغسل الجزء الباطني من الايد من ناحيتين. ده عشان الثمب ما وصلوش اي نوع من الغسيل بايلاترالي. لان حاجه اخيره، انت شايف انت طرف الضوافر يعني انت ضوافرك من تحتها ما جاش عليه، او نقول طرف الهاند نفسها ما جاش عليه خالص اي كحول ولا كده. عشان كده انت بتغسل اطراف الاصابع في نص ايدك، فاهم؟ يعني نص ايدك فيها كحول وتيجي ماسح فيه زي ما انت شايف كده، هو عمل بايده الاثنين بنفس الشكل. بيتكلم اللو هاند تو دراي، طبعا سيبها تنشف، لان هو الكحول فكرته ان هو بيعمل ايه؟ بيموت ولا يعني بيموت البكتيريا وكده ولا لا؟ نعم؟ هو مش بيموت في معظم الاحيان، ممكن زي البيتادين، عارفين البيتادين بيعمل ايه؟ بيحوط بس البكتيريا وكده، مش يموتها ولا حاجه. لكن انا على الاقل انا هعمل الكلام ده عشان كده احمي نفسي واحمي المريض بقى من نقطه انه ينتقل البكتيريا الستاف والحاجات اللي على الايد. بعد كده نحتاج نلبس الجوانتي قبل ما نشتغل. To perform sterile gloving. الستيرايل جلوفنج اللي هي الجوانتيات المعقمه، غير الجوانتيات اللي انتوا اللي احنا بنجيبها علبه دي عارفينها؟ الجوانتيات العلبه دي جوانتيات هي غير معقمه بس هدفها تحميك انت، مفهوم؟ اللي هي بتتباع في السوق اللي انتوا بتشوفوها في العلبه دي. لكن المعقمه مش كده، المعقمه اصلا بتيجي في كيس مقفول وتبقى في اوضه العمليات في معظم الاحيان يعني. اللي في الاستقبال دي عاديه خالص. First select the correct size and type of gloves. Examine the package to ensure that it's intact and dry and has no tears or water stains. Once you've selected the appropriate type of glove, place the package of gloves near where you'll be working. بتكلم دلوقتي ان في تايب
والسايز في نفس الوقت، فاهم؟ يعني انت هتلاقي عندك في جوانتيات المشهوره اللي احنا، انا مقاس ايدي مثلا، مش عارف هو النور للاسف مش مقاس ايدي مثلا 7.5 مناسب، واخد بالك؟ معظم الناس في الرينج ده 7.5 او 8، لو واحد ايده صغيره شويه مقاس 7. ده بتكلم على عشان بس تبقوا انتوا في الصوره. يعني الممرضه تقول لك اجيب لك مقاس كام يا دكتور؟ انت فاهم؟ انت بالتجربه هتعرف ان المقاس ده مناسب ليك. المتوسط 7.5، الصغير 7، الكبير 8. الطايب اللي اقصده، انا بس ما قلتش على الطايب، انت في عندك الجلوفز العاديه خالص اللي هي لونها ابيض، دي الجلوفز المعقمه العاديه خالص. في بقى بتاعه يقول لك انا عايز بتاعه فيروس سي، ماشي، لونها بني، الخارجيه بنلبسها لونها بني وبتبقى سميكه، يعني تحميك شويه من انتقال اي دم او كده. وبيبقى في واحد تحت البني ده لونه اصفر، تمام، مهم جدا. دلوقتي هي الخطوات هتاخدها من الاول بس fingernails. Look for any cuts or lesions. Now perform hand hygiene. Before you apply gloves, be aware of your own and the patient's reaction to latex. If you have a latex allergy, select a non-latex glove. Do the same if your patient is allergic to latex. Remove the outer wrapper of the glove package by carefully separating and peeling apart the two sides. Grasp the inner package and lay it on a clean, dry, flat surface at waist level. Open the package, keeping the gloves on the inside surface of the wrapper. Identify the right and left glove. بيبقى فيه على الجوينتي ناحية رايت وناحية ليفت، ولو لبست العكس هتتبهدل طول الفيل. لو انت شغال في حاجة جراحة هتلاقي نفسك مش مستريح، واخد بالك؟ مش زي الجوانتيات اللي هي العادية دي، هتلاقي الرايت انت عموما مكتوب عليه رايت والتاني ليفت من بره. يعني الورقة دي قبل ما هي، انا مش عارف موجودة ظاهرة ولا ايه، قبل ما هي تتنيها بيبقى في ناحية مكتوب R والتاني ليفت. Identify the right and left glove. Each glove has a cuff that's about 2 inches wide. Glove your dominant hand first. Using the thumb and the first two fingers of your non-dominant hand, grasp the glove for your dominant hand, touching only the glove's inside surface. Carefully pull the glove over your dominant hand, leaving a cuff. Make certain that your thumb and fingers are in the proper spaces. With your gloved dominant hand, انت هتمسك الجوانتي من الجزء، يعني مش هتمسكه من طرفه، فاهم؟ ايدك دي مع انك اتعقمت وبتاع كل حاجه، لو مسكت الجوانتي من الجزء البراني ده اللي هو المفروض هيلامس العيان بعد كده، يبقى انت عملت له انفكشن مع انك انت عامل معقم ايدك. بس بنقول ان احنا حمايه يعني قويه. الحاجه الثانيه بقى ان انا بمسك من القف اللي هي، بص، هي لما تيجي تلبس الثاني مسكت منين؟ لحد دلوقتي ايه ده، ما لمستش الجوانتي من بره. Then تدخل دايما عشان تلبس الجوانتي بسهوله، وما دي من الشغل العملي، حط يعني صبعك الكبير الاول يتحط في مكانه وبعد كده الصوابع اللي بعده، فاهمين؟ لو لبست الاربع صوابع في البدايه غالبا مش هتعرف تكمل، ومش هتعرف تلبس صبعك الكبير الاول وبعد كده تكمل. ودي في الغالب حاجه ستاندرد، مش يعني بقول خبرتي الشخصيه، لا، هي دي بتعمل في كل مكان زي ما هي عملت. With your gloved dominant hand, slip your fingers beneath the cuff of the second glove. Carefully pull it over the fingers of your non-dominant hand. Then interlock your hands and hold them above the level of your waist. Be sure to touch only the sterile sides of the gloves. When you're finished with the procedure, you'll need to dispose of the... عارفين الحركة اللي عملت شبكت صوابعها ليه؟ ها؟ عشان خاطر دايما انت ما بتلبس الجوانتي، يعني ما بيبقاش محبوك كويس على الايد. انا بكلمكم بلغه سهله جدا اهو، دايما تلاقي الصوابع طالعه قدام شويه فمبهوأ عليك، يعني تعمل كده بحيث تدخله كويس مكان. Gloves. To do so, grasp the outside of one cuff with the opposite gloved hand. Avoid touching your wrist. Pull off the glove, turning it inside out and placing it in your gloved hand. تخلعه بقى، تمام. Now take the fingers of your bare hand and reach inside the cuff of the remaining glove. Peel the glove off inside out over the glove you're holding. Discard both gloves in the trash receptacle and perform hand hygiene. Hand hygiene post كمان، فاهمين؟ يعني بعد ما تخلص تعمل نفس الكلام ده.
الخطوات دي مهمة وحاولوا ما تتجاوزوهاش. يعني احنا بيجي لنا انفكشن بدون ما يعني ما نبقى واخدين بالنا بسبب التفاصيل البسيطة. At the bedside, once again, compare the medication label with the MAR. This is your third. دي ازاي تدي بقى حقن عضل؟ الموضوع ده انت اكيد بتتعرض ليه كتير، هو ربما يكون سيمبل بس خلينا نراجعه بسرعة مع بعض. Third check. Tell the patient why she's getting the medication, what it does, and what its potential side effects are. Encourage her to ask questions. Caution her that the injection may cause a slight stinging or burning sensation. Select an appropriate site for the injection. The vastus lateralis and the deltoid muscle are possible sites for deltoid. فاهمين deltoid muscle دي من ضمن الاماكن اللي بيدوا فيها injection. ماشي عارفين فين؟ هنا عند الكتف هنا. كويس. IM injection, but the ventrogluteal site is preferred. Examine the integrity and amount of the patient's muscle mass and palpate the muscle. Areas of tenderness or hardness are not suitable injection sites. في حاجة بننساها بصراحة، يعني أنت تعالى يا فلان عايز آخد حقنة خاص اكشف واعمل، لكن ده مش صح. أول حاجة أنت بتفهم العيان، يعني بص معلش إحنا هنستأذنك هنديك حقنة الفلانية، تحس بشوية حرقان كده. الحاجة التانية الإكزامينيشن، حس بس سريعا كده بإيدك لو في مكان فيه إنفلاميشن، فيه مشكلة، يبقى مش هينفع تدي حقنة، غالبا هتديها هيحصل كومبليكيشن، هيجي لك بعدها بأبسس مثلا. عشان كده الهيجين مهم، والتعقيم بتاع العيان يبقى معاك البادة فيها كحول مثلا وتحطها مكان الحقنة. فاهمين؟ الجلوتيال أبسس ده من أسوأ ما يكون بالنسبة للجراحة. لو حد شاف حالات فيها جلوتيال أبسس يا جماعة، عارفينها بتبقى عاملة إزاي؟ للأسف المنطقة دي فاتي والأبسس بيسحب جدا فيها ديب، يعني تبص تلاقي البيشنت عشان إن أنت تعمل له درينج للأبسس غالبا بيحتاج جنرال أنستيزيا. أنتوا اللي قاعد منكم في راوند الجراحة يعرف الكلام ده. ممكن يبقى الموضوع اصله من حقنه يعني، والعين دايابيتك بالذات. فاهمين؟ If the patient receives frequent injections, rotate the site selection. Inspect the area for bruising, inflammation, and edema. If the skin is bruised or shows signs of infection, use a different site. Help the patient find a comfortable position that will accommodate the injection site you've chosen. Expose only that portion of the body. Apply clean gloves and use anatomical landmarks to find the site again. For a ventrogluteal injection, place the heel of your hand over the greater trochanter of the patient's hip with the wrist almost perpendicular to the femur. Point the thumb toward the patient's groin. Point the index finger to the anterior superior iliac spine. And extend the middle finger back along the iliac crest toward the buttock. The index finger, the middle finger, and the iliac crest form a V-shaped triangle. The injection site is the center of the triangle. Once you have located the site, it may help to mark it with an unopened alcohol wipe. To clean the injection site, begin at the center. انتوا خلي بالك الكلام ده كله على عيان نايم. يعني احنا في المعتاد هي بتتكلم دلوقتي ان انا اشوف الجريتر تروكانتر اللي هي الابر بارت اوف ذا فيمر، فاهمين؟ يعني انا في عيان واقف مش هضطر اعمل كده، هو واقف قدامي وده اللي بيحصل في معظم الاحيان، عيان واقف وانا شايف بسهوله المكان اللي هدي فيه، لكن ده عيان نايم وانا لو الجزء ده كده يعتبر ايه؟ يعتبر لاترال خالص، وانا بدي الحقنه بوستيريور، فاهمين؟ فهي قاعده تفهمك والعيان نايم هتعمل ايدنتيفيكيشن لحاجتين، جريتر ترو كانتر هي بتبقى اكتر حته بارزه في الابر بارت اوف ذا فيمر مفهومه، وبعدين هنشوف الاليا كريست، الاليا كريست اللي هي الحرف بتاع الاليوم ده. هنشوف ده كله عشان ادي بوستيريورلي، مفهوم؟ انما العين الواقف غالبا مش هتحتاج الكلام ده كله، تحتاج تتعرف بس على الابر بارت، الابر لاترال بارت بس. And move outward at least 5 centimeters or 2 inches in a circular pattern. You might want to apply an anesthetic cream such as EMLA to the planned injection site about 1 hour before you administer the injection. Or if you use a vapocoolant spray such as ethyl chloride, spray it on the site just before giving the injection. Hold a gauze pad between the third and fourth fingers of your non-dominant hand and remove the needle cap or sheath by pulling it straight off. Hold the syringe with the thumb and forefinger of your dominant hand as if it were a dart. Remind your patient to try and relax. Place the ulnar side of your non-dominant hand just below. الانجكشن عمودي على السكن، فاهمين؟ لا هو مايل ولا اي حاجه، دي انترا ماسكولار، يعني انا هخش ديب في العيان.
elbow the injection site and pull the patient's skin laterally about 1 to 1.5 inches or 2.5 to 3.5 centimeters. Hold this position until you've inserted the needle. If the patient has little muscle mass, grasp the body of the muscle between your thumb and forefinger. With your dominant hand, quickly pierce the muscle at a 90-degree angle to the skin, continuing to pull the skin taut with your non-dominant hand. تعرفين فاهمين قصدها ولا يعني هو ليه ليه هي رفعت بتقول لك لو العيان السقط النفسي شفت عيان رفيع يعني انت ممكن تيجي ماسك البلك المصل كلها كده وتيجي يعني تعملها سكويزنج ترفعها حاول ارجع سنه صغيره خالص هي معلومه خفيفه يعني هي بتقول لك العيان ده رفيع فانا لو عملت ودخلت النيد العمودي على السكن هتخش ديب قوي ممكن توصل للعظمه فهو بيقول لك بس اعمل يعني سنه سكويز يبقى انا رفعت السكن شويه دول النيد لما تخش هتخش لحد المصل بس اتمنى تكون الصوره واضحه Continuing to pull the skin taut with your non-dominant hand, stabilize the syringe by grasping the lower end of the barrel with the fingers of the non-dominant hand as they are resting on the patient. Attempt to aspirate by pulling back on the plunger with your dominant hand. شايفين الحركة اللي عملتها دي مهمة أوي. سحبت شوية. مش عارف الإضاءة شوية غامقة. وأنت بتحن بس بتسحب سنة عشان خاطر ما تكونش intravascular يعني ما يكونش الحقنة في فيسل جوه. يعني في بعض الحقن انت بعض الحقن بتبقى اي ام بس او اي في بس وده بيكون غالبا مكتوب على الانبول يعني انت قبل ما تدي اي عين حقنه المفروض تبص على الانبول تشوفها اي في ولا اي ام ماشي لان مش كل الاحيان بتبقى عارف ايه اللي العين بياخده ده ينفع اصلا ولا ما ينفعش المهم احنا نسحب السحبه دي من السرنجه نتاكد بس احنا مش في فيسل If blood appears, you're not in the muscle. Remove and discard the needle and syringe and start over. If no blood appears, you're ready to proceed. Inject the medication slowly at a rate of 1 milliliter. Slowly, مهمة أو slowly. وإلا هو هيعمل هيجمع الفلويد ده جوه ويبقى أرضية جزاك الله خير ويبقى أرضية لأنه ممكن يعمل infection. فاهمين؟ For every 10 seconds. يعني مهم ما تحقنش الحقنة بس بسرعة. Wait 10 seconds and smoothly withdraw the needle. تمام. Engage the needle safety. Release the skin and place a gauze pad over the site. Apply gentle pressure, but don't massage the area. Apply a bandage to the puncture site if necessary. يعني بعض الناس بتقول ان انا ممكن بعد ما اخلص الحقن كده اجي بس اعمل رابينج مكان الايه مكان الحقنة بحيث يعني ان هو عايز يعمل يعني ينشر ينشر الدواء اللي هو حقنه وما يخليش الموضوع مفتوح فضلا عن من تجربتنا وانت بتحقن وبتشيل غالبا بيطلع بلط فانت محتاج كومبريشن بس يعني اقل من دقيقه كده بس بعد الايه بعد الحقنه طيب دي السبكوتينيوس انجكشن احنا اللي فاتت دي كانت ايه كانت انترا ماسكولار حقن عضل دي بقى هنعرفكم في طرق انت عيان مثلا عنده السكر بياخد حقنه ايه انسولين صح كده وفي عيان زي عيان بتوع الفاسكولار كتير بنكتب كليكسان وانوهيب اللي هي الحقن السيوله بتتحقن انترا سبكوتينيوس واخدين بالكم يبقى انا محتاج اعرف بس ازاي يتحقن الكلام ده مش يبقى العيان نفسه عارف وانا مش عارف سريعا side, again compare the medication label with the MAR دي بتاكد بس يعني الخطوه اللي فاتت دي في الاماكن المحترمه يعني بيكون في سيستم ماشي انا في مكان بشتغل فيه ما واخد اعتماد جي سي اي اعتماد دولي يعني مستشفى موجوده هنا في مصر بس مستوى يعني مستوى امريكي فعلا فيها الكلام ده احنا بنكتب الميديكيشن للعيان على السيستم والتمريض بيكون عنده نيرس ويندو اللي هو يعني سيستم التمريض بيلاقي الميديكيشن ظهر له لونه احمر اللي لسه ما اتاخدش وانا بكتب مثلا عيان ده بي اي دي يتاخد مرتين في اليوم يبقى يظهر له بقى ان المفروض ياخد الساعه 6 والساعه 6 النيرس دي بتاكد قبل ما تدي العيان حاجتين اتنين بتاكد على التايم بتاع الدواء ونوع الدواء الليبل بتاع الدواء دي يبدو انها سرنجة بتاع ده فايل انسولين At the bedside, again compare the medication label with the MAR. Discuss the purpose of each medication, its action, and possible adverse effects. Allow the
يعني دي ممكن تبقى انت مش توصل للمرحله انت تشرح للعيان مضاعفات البتاع، انت بس فاهمه استاذنك عم الحاج هنديك حقنه الانسولين هو عارف او دي حقنه سيوله هذا سريعا يعني. Patient to ask questions. Find out where the last injection was given by checking the MAR and or asking the patient. Then determine which site you'll use. Shift the patient's bed linen to expose only the potential injection site and surrounding area. دي هتدي فين كده؟ ها؟ Paraumbilical جنب جنب الامبليكس. Inspect the area for bruising, inflammation and edema. If the skin is bruised or shows signs of infection, use a different site. The best sites for subcutaneous injection include the outer aspect of the upper arm, the abdomen from below the costal margin to the iliac crest, and the anterior aspect of the thigh. These areas are easily accessible and large enough to allow multiple injections. Palpate the site and avoid any area that's tender or in which you feel a mass beneath the skin. To make sure you have the right size needle, use your thumb and forefinger to grasp a skin fold of tissue at the injection site. Measure the fold from top to bottom and check to ensure that the needle is about half as long. Give preference to abdominal injection sites when you're administering insulin or heparin. Specifically, the best subcutaneous site at which to administer low molecular weight heparin is at least 2 inches or 5 centimeters. Low molecular weight heparin اللي هو ايه؟ اللي هو الكليكسان اللي بقول لكم عليه ده، ماشي؟ والإينوهيب، إينوهيب اسمه ايه؟ حد يسمع عن إينوهيب؟ هو بديل الكليكسان. ماشي؟ احنا عندنا في الهيبرين العادي اللي هو رخيص خالص موجود في السوق. عارفينه التمريض بيحطه قبل ما ياخد سحب عينه مثلا سي بي سي ولا كده عشان ما تتجلطش. احنا ممكن بقى نحقن الهيبرين ده للعيانين عشان ايه؟ عشان السيوله. لو عيان جالك باكيوت سكيميا، دي معلومه مهمه تعرفوها ضروري جدا. عيان جاي لي دلوقتي بالسليس ما عندوش بالس ديستال ورجليه كولد وتشخص ان هو اكيوت سكيميا. على طول امبولين هيبرين على طول، فاهم؟ الامبول الواحد يبقى 5000 وحده. مفهوم؟ اثنين امبولين اي في على طول. ده يحمل عيان من الاكستنشن للثرومبس، يعني الثرومبس لو كانت واخده لها مثلا الفيمورال ارتري مقفول هحمي العيان ان الموضوع يوصل الياك ويوصل الاورطة. مفهوم كده؟ لكن الهيبرين ما بيسيحش الدم، يعني خلي بالك هو انتي كواجولانت، يعني بيمنع حدوث كواجوليشن زياده لكنه مش هيدوب الجلطه الموجوده. مفهوم؟ الكليكسان بقى لو موليكولار اسمه انوكسابارين، ده لو موليكولار ويت هيبرين. To the right or left of the umbilicus. If the abdominal area isn't available, look for a site on the thigh. For insulin, systematically rotate injection sites within one anatomical region, either the abdomen or thigh. Help the patient find a comfortable position and ask him to relax the area you're about to inject. Apply clean gloves. Clean the site with an antiseptic swab. Remember to begin at the center and move out in a 2-inch radius. Cleaning in a circular. موجود في السوق القطع اللي هي الكحول عارفينها بتبقى عباره عن زي قطع مثلا شاشه صغيره كده وعليها كحول. لو حتى مش موجود انت عادي بقى على شاشه وكحول او بتادين مفيش مشكله. Pattern. Remove the needle cap or protective sheath on the syringe by pulling it straight off. Hold the syringe between the thumb and forefinger of your dominant hand as though you were holding a dart. If your patient is of average size, hold the skin across the site or pinch a fold of skin with your non. نفس الكلام تقول لك لو البيشنت افريج سايز يبقى سليم كده مش تخين قوي هتعمل فيه برضه نفس القصه ترفع السكين شويه. Dominant hand. Insert the needle quickly and firmly at a 45 to 90 degree angle. Release. فاهمين؟ 45 درجه هي كلها ما فيش حاجه ستريكت طبعا لكن هي بتقول لك زاويه 45 درجه على السكين كده. Release the pinched skin. Rest your non-dominant hand on the patient and use it to stabilize the syringe. If you're using an injection pen or giving heparin, continue to pinch the skin during the injection. If your patient is obese, pinch the skin and inject the needle below the tissue fold at a 90. Below the tissue fold. لأن دايما وانت بتعمل الفولد اللي هو عاملها دي يعني صبعك بيكون ضاغط على الجزء اللي هو يعني ناحيه الكلام ناحيه التكست المكتوب ده. شايفين صباعك ضاغط يعني فعايز تقول انت هتقرب الجزء ده من السبكوتينيوس تيشو. ايه الصوره واصلاكوا؟ يعني هي
ضغطت مش هتدي في الهامب بقى، مش هتدي في اعلى حته، هتدي في اوطى حته فيه عشان توصل للسبكوتينيوس تيشو في الاوبيس بيشنت. 90 degree angle. Move your dominant hand to the end of the plunger and slowly inject the medication over several seconds. Retain your grasp on the syringe to keep it still. خلاص حقن احنا الانسولين. Quickly withdraw the needle. Place a swab or gauze pad on the site and apply gentle pressure. But don't massage the site. If you've just given heparin, hold the pad on the site for 30 to 60 seconds. شوف بيقول لو انا حقن هيبرين خلي الكمبريشن لمده اطول شوي، لان الهيبرين كده كده بيعمل سيوله، مفهوم؟ فتلاقي العيان لمده اربع ساعات ده في سيوله في دمه. الانترا ديرمال اخر حاجه في الانجكشن. انترا ديرمال اللي هي ايه؟ ها؟ ايوه بتاعت ايه يعني؟ اختبار الحساسيه اشهر حاجه، صح ولا لا؟ بحقنه تحت ال تحت السكن، ده جوه السكن مش تحت السكن، انترا ديرمال في السكن نفسه. هي القصه كلها انتوا فاهمين ايه اللي يخلي فيه انترا ماسكولار وانترا ديرمال وسبكوتينيوس؟ الفكره كلها في المده اللي انا عايز العيان يعني الدواء يمشي في دمه، انتوا البلازما هاف لايف بتاعت الدواء ده قد ايه؟ يشتغل مده قد ايه في دم العيان؟ بكل بساطه يعني. فانا لو هحقن انترا ديرمال انا عايز برضو اجنب العيان ده، انا مجرد بس عايز اشوف الايميون سيستم هيشتغل مع الدواء ده ازاي، فعايز اقل نسبه ممكنه. انت فاهم؟ سبكوتينيوس ده قصه ثانيه، انا عايز ياخد وقت اطول. انت فاهم؟ في 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 في, في دم العيان يعني الانسولين هيقعد ريليز لمده. الكليكسان نفس الكلام، انا عايزه ياخد مده اطول، بيقعد 12 ساعه شغال في دم العيان. لكن الانترا ماسكولار لا، ممكن التايم بتاعه يشتغل اقل. ليه؟ لانه هيمتص اكتر، ما دام في بلاد فيسلز اكتر هيمتص بسرعه. Choose an injection site free of lesions and discoloration. Select a site 3 to 4 finger widths below the anticubital space and 1 hand width above the wrist. If you can't use the patient's forearm, inspect his upper back. If necessary, use a site that would be appropriate for a subcutaneous injection. Position the patient's arm so that his elbow and forearm are supported on a flat surface. Apply clean gloves. Use an antiseptic swab to clean the site, beginning at the center and circling outward about 2 inches or 5 centimeters. Remove the cap and hold the syringe between the thumb and forefinger of your dominant hand with the bevel of the needle pointing up. Stretch the skin taut at the injection site by pulling gently with the thumb and forefinger of your non-dominant hand. Hold the needle very close to the patient's skin. Insert it slowly at a 5 to 15. دي بقى انا محتاجها تكون انترا ديرمال، يبقى اكيد هتكون الزاويه ايه؟ قرب انها تكون موازيه للسكن، انت فاهم؟ حاجه كده 15 درجه، ده معناه ان انت يعني تقريبا موازي للسكن، بهدف ان انا ايه؟ احن فيه ما نخش بقى سبكوتينيوس. 10 degree angle until you feel resistance. Advance the needle through the epidermis to a depth of about 1/8 of an inch or 3 millimeters. طبعا انت واقعيا مفيش حاجه، انا خلاص انت هبقى عارف ان انا تحت، مفيش كده. هو انت لما تلاقي ريزيستنس يبقى انت كده في انترا ديرمال اصلا، لو لقيت ريليز يبقى انت دخلت جوه، يبقى انت دخلت ريليز يعني سهوله في دخله الابره، يبقى انت غالبا دخلت ديب يعني انت هتحتاج تطلع شويه بره. You'll see the slight bulge of the needle tip beneath the skin. As you slowly inject the medication, you should feel resistance. If you don't, it's likely the needle is too deep. Withdraw it and begin the procedure again. As you inject the medication, a 1/4 inch bleb that resembles a mosquito bite will appear on the patient's skin. After withdrawing the needle, خلي بالك اللي يحصل سكين الفيشن فعلا، يعني عشان ما تتوقعش ان انت كده عملت غلط، لا بالفعل الانترا ديرمال ما فيش مكان هو مزنوق، الحقنه اللي انت حقنتها دي مزنوقه خالص، فغالبا هتعمل سكين الفيشن. Gently wipe the site with an alcohol swab or gauze pad. Do not massage the area. سامع بتقول ايه؟ Do not massage، ما تعملش مساج على المكان اللي انت حقنته، انت مش عايز الدواء ينتشر، بالعكس انت اصلا بتعمل اختبار الايميون سيستم بس. حصل فلير اب بقى واحمرار شديد وبتاع، ده ساعتها العيان ده ما ياخدش الدواء. فزي حقنه البنسلين، انتوا عارفين الكلام ده اكيد. طيب الاي بي جي، العقده الصعبه اللي دايما بتقابلنا، اللي هو يعني الممرضه لو عايزه مثلا
تضايقك ولا حاجه تقول لك طيب ماشي اسحب بقى العين بجي. فاهم انت؟ ما ينفعش انت تكون باي شكل ان كان امكانياتك اقل من امكانيات التمريض، يعني ده موضوع غير مقبول. وعشان كده يمكن انا ما كانش في تايم اطلاقا امبارح والوقت كان صعب قوي، لكن التمريض انت ما فيش مانع تعمل ايه اوبزرفيشن زي ما كنت بتعمل اوبزرفيشن للنايب، فاهم يعني؟ برضو تابع من بعيد. تمام، عرفت بتعمل حاجه الفلانيه، كويس انت كده اتعلمت، وهتراجع مع زميلك الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط، عشان برضو انت بعد كده تعمل ايفالويشن للممرضه تقول لها انت الشغل ده مش مظبوط، ازاي عملت كذا العين ده، انت فاهم؟ والتمريض للاسف الشديد يعني انا مش متحامل عليهم والله، لكن انا بنصحكم بالحرص يعني، بس عشان خاطر انا هقول لك مثال. كان في ممرضه في قسم الاطفال، ف يعني سحبت للبيشنت، هو كان طفل صغير كده اهو، سحب له فيمورال، يعني الفيمورال فين ميزته ان هو سوبرفيشال شويه، ان سهل على التمريض، وانا اقعد لي اتعب نفسي وادور في ايد الطفل، وانتوا عارفين الاطفال صعبين شويه، بس هي معناه يعني دي لو حصل له في جروين ابسس ما حدش يعني خلاص انت بتتكلم اللي هو ايه، انت بهدلت الطفل، انت فاهم؟ او ان هو حصل له دي في تي بسبب الفيمورال فين، عم حصل فيه مشكله وحصل فيه اوكلوجن، هي يعني مش في دماغها الكلام ده اطلاقا، بتستسهل اعمل السهل وخلاص المصلحه تقضى يعني. لكن الفيرست لاين عشان اسحب ايه؟ اسحب من الحاجات السوبرفيشال بقى، اسحب من ايد الطفل، واسحب بريفرال مور، ما تسحبش من يعني من انتيكيوبيتال فصه، فاهمين؟ فانت بعد كده انا بقول لك اوبزرفيشن بس وانت في اول امتيازك، لكن بعد كده اتعلمت لا التمريض عملت حاجه غلط، يبقى الغلط غلط. تعال تنصحها الاول بهدوء، بعد كده ما سمعتش الكلام تبدا تكلم السينيور وانت ماشي كده. جي كي ميديكس دي عايزكم برضو ايه؟ تحاولوا تخشوا على السايت بتاعها اليوتيوب، هم ليهم تشانل اليوتيوب. جي كي ميديكس فيها الصراحه شويه حاجات انيميشن رائعه جدا. الاي بي جي اللي هو ارتيريال بلاد جاز، لما تكون عايز تسحب العين غازات دم. Hi there, my name is Andrew. I'm one of the Fanglia medical students. Could I just check your name and date of birth, please? Sure, it's James Alexander. دي يعني ستاندرد قوي من الاوسكي اكزامز اللي هي امتحانات الشورت في الزماله البريطانيه، ماشي؟ والبلاب وكده. هو ماشي يعني تمام ان هو يجيب العيان يفهمه هعمل لك ايه وصلك وتعقم ايدك والكلام ده. 13th of December 1989. Nice to meet you, James. Today I've been asked to do a procedure called an arterial blood gas. This involves taking some blood from the artery in the wrist. I'm going to use some local anesthetic, so it shouldn't be painful, but it might be a bit uncomfortable. Is that okay? Gain consent. عشان لو انت العيان اشتكاك خلي بالك الكلام ده بيمشي في الاماكن المحترمه كويس قوي. عيان المصري Can you take any blood thinners? العيان المصري للاسف الشديد مهضوم الحق يعني، ومش هتحس بان هو مهضوم الحق غير اما انت تبقى في حد قريبك ولا حاجه تعبان. فيش حد بص مش حد بيستأذنك يعني، كان في حد يعني تبعي محجوز في المستشفى فيش حد بيستأذن يخش يفحصوا الحاله، انت واخد بالك؟ مع انها المفروض يعني دي تبع زميلكم، لكن لا ممكن يخش، خصوصا مثلا بعض التخصصات في بعض الناس في النساء يخش مش فارق معاه. يلا يا ستي يلا ستي ايه ما كلمني الاول انت عايز تعمل ايه، وانا موافقه ولا مش موافقه، انت فاهم؟ انت المريض له حق يعني. طيب احنا نسرع عشان ال 5 minutes باقيه. Have you ever been told that you have problems with clotting? No. Brilliant. Can I ask? James, I'm just going to do a quick test to assess the. طيب هو دي تفصيله برضو عشان خاطر في ناس كتير، انا يعني اكتشفت النهارده ان جزء كبير من زمايلنا قضوا وقت كويس في الامتياز، في حاجه اسمها الين تيست. الين تيست ده انا المفروض ان عشان اخد اي بي جي باخد منين؟ من ارتري، صح كده؟ طيب وانت عندك الاماكن المكان المعتاد تاخد منه هو الراديال ارتري. الراديال ارتري فين بالظبط؟ وبال الراديوس لاترال يعني في المكان ده، شايفين الماوس؟ تحسه انت الماوس موجود ظاهر المكان ده. الراديال ارتري في المكان ده بيكون بالبابل واجينست الراديوس، فبيكون محسوس كويس. طيب انا لو العيان radial dependent يعني ان هو الالنر ارتري بتاعه رودمنت او رودمنتري او ان هو ابسنت او اي حاجه بقى يعني، فالمفروض يعني تعمل عن الين تيست يعني تمسك بايدك الاثنين، يعني مش عارف هو موجود في فيديو ولا، تقفل الراديال والالنر مع بعض. Could you just make a very tight fist for me؟ بس شوف العيان معتمد اكتر على الراديال اور الالنر. I'm now going to press on each side of the wrist. Keep your fist as it is.
شوف بقى هيعمل ايه؟ قفل اليد الامر اهو وهيتابع يعني شوف ايده بيضت. ملاحظين اللون؟ بعدين هيبدا يريليز يشوف الالنر ده هيغذي ايده كويس يبقى خلاص هو مكتفي بيه احقن عادي في او اخد من الريديا الارضي. اتمنى تكون الصوره واضحه عشان مش هقدر اكررها. الين تيست ماشي يا جماعه. انا بشوف بس العيان معتمد على الارتري دي يعني لو حقنت فيها وحصل فيه مشكله ايده هتبوظ ولا عادي؟ خلينا نخش على الجزء اللي هو المهم خالص. هو حس الراديال وبعد كده بيعقم المكان بالالكوهول سواب. ده الالكوهول جيل اللي قلت لكم عليه. البس الجوانتي بنفس الطريقه. طيب ما فيش طبعا. انا في مصر الاول بيقول ان انا دي اراء يعني ما احط ادي العيان بينج ولا ما اديش. هي كده كده شكه واحده. ف شايفين الزاويه دي؟ هو حاطط ايده اللي هي الاربع صوابع دول محطوطين كده عشان يحس الريديا. لو قعد بيبولس تحته بيخش جايدد عليه. شايفين حصل فلاش اهو. يكمل سحب بقى. خلي بالك انت ممكن ما تضطرش تسحب اصلا. الجش بتاع البلاد ده ممكن يملى لك السرنج عادي. لازم تعمل كومبريشن. انا بقول لكم انا فاسكولار وده شغلي. لازم تعمل كومبريشن. ويا ما جالنا هيماتومات بالشكل ده. اي اي بي جي لان في انت عندك البلاد بريشر بيجيب اجينست الفتحه دي. تمام؟ James, that's the end of the procedure. Thank you very much. بس خلصنا كده الاي بي جي بسرعه. الموضوع بسيط ان شاء الله. محتاج ان انت برضو ضروري مع حد من زمايلك. Welcome to Medicine in a Nutshell Guide to Inserting an IV. IV access يعني خلينا دي برضو مهمه جدا. كانيولا يعني اعتقد كلنا لازم نعرف نركبها ازاي. اول تقريبا دقيقه من الفيديو ده بس هنلاقيها شغالها. برضو تعقيم جوينتي ماشي. لا ده بس عشان لو العيان بس ما يجيبش ما يطرطش عليك بلاد يعني. بلاد بوتلز تورنيكي. تورنيكيل عشان خاطر نشوف الفينز. انت لما بتربط على العيان كده ممكن بجوينتي عادي عندك. كلين. كلين بسواب الكحول سواب. بعدين تركب الكانيولا. بص انت الفينز الاول قبل ما يركب هو الفينز ظهرت قدامك. لما تيجي تركب كانيولا ركب دايما تبقى قريب من انت تكون موازي للسكن. انت داخل على الفين مش تخش عادل كده. موازي للسكن بالكانيولا بتاعتك. شايفين الدم اللي طلع في الكانيولا ده؟ اول ما يحصل جش للبلط في الكانيولا شايفين الاحمرار اللي حاصل ده ولا مش باين؟ اول ما يحصل اسحب السن. لو عملت كده هتخرم الفين وتضطر تعديه وهتبوظ منك الكانيولا بعد ما دخلت. هتسحب السن سنه. شوف هو هيعمل ايه دلوقتي. وضعته بيخش زياده. هيسحب سن اهو. سحبنا كده السن بس وبيخش بالايه؟ في السكند جش في الكانيولا نفسها. كده احنا ماشيين كويس. ادفانس فولي. فلاش. خلصنا وممكن يعمل بس فلاشنج ويلزق الايه؟ يلزق الكانيولا. طبعا ما فيش مش هتلاقوا في مصر اللزق ده كتير يعني انت بتلزق ببلاستر عادي. يعني انا كان في فيديو لانواع المحاليل مش عارف يعني خلينا نقول انواع المحاليل لكم شفويا انتوا اللي هتستعملها. انت في عندك الرينجر في عندك السلاين اللي هو 9/10 كويس كده. في ايه تاني؟ في جلوكوز. جلوكوز في منه حاجتين في 5% وفي 25% مظبوط. 25% ده اللي بنديه للعيانين بتوع ايه؟ هايبوجلايسيميك كوما صح كده. عيان وقع في كوما دلوقتي بص يا بسرعه مس قيس السكر. طلع السكر كام؟ 30 مثلا. بسرعه تعمل ايه؟ 50 سنتي من جلوكوز 25% فاهم. او لو ما فيش 25 وهتتعرضوا لده هتعمل ايه؟ على الاقل بقى 5% كونتينوس يعني وسريع. كونتينوس وسريع. ريكوردنج الاي سي جي انا هقوله لانه اعتقد يعني عشان بس الحته اللي متلخبط فيها بتاعه الالوان برضو بسرعه. اول حاجه هو يعمل بوزيشننج للعيان. نفس قلنا نفس الخطوات كليننج ويشرح للعيان البروسيجر كده. بوزيشننج العيان هينام هينام فلات. خلي بالك ودي الليدز. احنا عندنا الليدز في شيست ليدز اللي هي القطع اللي هتتحط على صدر العيان وقطع هتحط ايه في الليمبس يعني ايده ورجله. شيست ليدز سهله ما فيهاش حاجه خالص. ليه؟ لان كل ليد هتلاقوا مكتوب عليه سي كذا
C1, C2, C3, C4 لحد C6. شايفين انتوا ال V1 اللي مكتوبة دي؟ انت هتقوم حاطط الليد اللي هو مكتوب عليه C1 في المكان ده. هيشرح هو هنا الأماكن، الأماكن سهلة جدا. بنقول إن الأولانية في الفورث انتركوستال على الناحية الرايت، الثانية في نفس السبيس الفورث برضو على الليفت. وصلكوا؟ اللي بعدها هننط الثانية دي. ال V4 هيكون عند الفيفث انتركوستال تحت النيبل يعني. وفي كمان تو ليدز ال V6 و V5. عندنا ال V5 عند الانتيريور اكزيلري لاين، عارفينه ولا ما؟ والثاني الاخير عند الميد اكزيلري لاين. ال V2 بين ال V1 و V3. V3 بين 2 اند 4. ماشي الكلام بتاع الشيس ليدز مش فيه صعوبه، لان قلت لكم مكتوب على الليدز، لكن بتاع الليمز هو اللي فيه الاشكال. هنقوله دلوقتي just going to play some sticky pads on and V1 for right fourth intercostal. ال V2 شايفه، قال لك ال V4 ليه؟ قلنا اللي هو تحت النبل في الفيفث. ال V3 بينهم بس ده اللي مكتوب. ده anterior axillary line والاخير في الليفت ميد اكزيلري لاين. وتلزق بقى انت فيهم اللي هتلاقوا، بس الموجود للاسف في مصر عباره عن حاجات كده، عباره عن ايه انتوا عارفين بتشتغل بال يعني كوره كده، وتيجي واخد بالك عاملها عشان تلزق في انتوا عارفين البتاع اللي بتسلك الحوض، عارفينها ولا مش عارفينها؟ ما عادش هي دي بقى، هي شبه اللي بتسلك الحوض بس على عيان بقى. So if you just relax your hands. هي نفس الفكره، انت يهمك توصل كهرباء بس. That's great, thank you. I'm just going to put some sticky pads on your wrist. طيب هو هيشرح للبيشنت بقى الكلام. احنا دي نفس القصه، دي عباره عن ليدز يعني موصلات كهربائيه وخلاص. انا يهمني بقى اللي هلزقه. قلت لك انت عندك C1 الصفره دي، C2 C3 لحد C6. اللي في الايد بقى، بص التجمع اللي هو حاططها دي حلوه خالص. بيقول ان الريد احنا عندنا كام لون الاول بس عشان نبقى احنا في الصوره؟ ها؟ اربع الوان صح؟ الوان البلحه، بيقول لك البلحه هتبقى البلحه بالالف واللام. هتبقى اولا بتبقى لونها ايه؟ بتبقى لونها اصفر تقريبا صح؟ اصفر ولا اخضر؟ اخضر كويس. اخضر وبعدين تصفر وبعدين تحمر وبعدين تسمر، وبالتالي انا عندي كده بالترتيب اخضر اصفر احمر اسمر. هو هنا جميل قوي، الامريكان بيحبوا يعملوا تجميعات كده زينا كده. فبيقول لك الريد ليد عن الرايت ارم، الار مع الار ماشي. ريد مع، يبقى انا عندي اثنين حرف ار في كلمه رايت ارم مع الاحمر اللي هو ريد. مفهوم؟ دي حاجه مش هتنساها، رايت ارم ياخد الريد ليد. اليلو او الليمون مع الليفت، الليمون اللي هو الاخضر الاصفر يعني مع الليفت ارم. جرين ليد مع ليفت ليج ماشي. هو بيقارن بين يعني عندك جي وال في جرين ليد، وبرضه نفس الكلام في كلمه ليج، جي وال. مفهوم؟ انت لو عرفت واحده غالبا بتقوم بتلف، مفيش اي حاجه يعني. الباقيه دلوقتي البلاك ليد مع الرايت ليج. في قياس الاي سي جي كلمه واحده، قول للعين ما يتحركش، مهمه جدا، والا هيحصل لك ارتيفاكتس اللي هي ايه؟ اي حركه للعين هيعملها تساوي كهرباء، وبالتالي هتلاقي انت ويف غريبه في الاي سي جي. قول للعين ما يتكلمش وما يتهزش، ده مكتوب هنا. تمام؟ كل جهاز اي سي جي، انا مش هقدر اقول لك كلام عام، لان كل جهاز اي سي جي ليه طريقه في الايه؟ القياس. دي أثرت الميلز. عندك في نوعين اللي احنا بنشتغل بيهم دايما، فوليز كاثيتر انتوا عارفينها، القسطره اللي هي الصفرة دي، ورخيصه وكويسه ممكن تقعد مع العين اسبوعين كده بالكتير، او ما تقعدهاش اكتر من كده والا هتعمل انفكشن. وسيليكون كاثيتر بتبقى ريجيد مور، ممكن تقعدها في العين لحد شهر كويس. انا بكلمك دلوقتي على الشغل اللي هتشتغلوه. الفولي دي موجوده في الصيدليات كويسه وسعرها كويس.
برضو نفس الكلام يعني هو بيقول لك كونسنت العيان وفهمه كلام زي كده. I need to insert a catheter to protect. ما عندناش استعداد ان احنا نطول نفس الستيبس اللي اتفقنا عليها من غسيل ايد وتعقيم والكلام ده. خلاص هتاكد من مقاس القسطره. مقاس القسطره ده مهم. ايه بصوا النورمال او في معظم العيانين مقاس 18 العيان افريج. خلاص ايه يعني ايه ال 18 و16؟ هي بيتكلم على قطر القسطره فاهمين، تخينه بمقدار قد ايه. فانت 18 ده اللي هو الافريج. لو عيان ممكن انت شايف ان هو اقل شويه ممكن يبقى 16. دي التولز. انا يهمني جدا بس بعض النقط اللي اقول لك عليها دلوقتي. هو قبل الاكسبوجر لازم تستاذن العيان يا جماعه، ما فيش فيها هزار. دي عقم ايدك والبس الجوانتي وكل حاجه، وبعدين عقم المكان اللي يعني عقم البينس بتاعت البيشنت. مجرد بس هات عليها بيتادين، واخد بالك؟ هو عامل كحول بالشكل ده. Clean the area surrounding the urethral meatus or around the urethra. طيب هو هنا غير الجوانتي يعني ماشي، عشان خاطر ان هو يعني مسك المكان انفكتد وبعد كده محتاج ان هو يلبس جوانتي كويس وهو بيمسك الاسطر. مفهوم؟ It might sting a little bit, but it should go numb quite quickly. بيقول لك بخلي بالك الاسطر تكون منتهيه الصلاحيه ولا حاجه. في طريقتين عندنا، يا اما ان انا احقن جل كده في اليوريثرا ماشي يا شباب، يا اما ان انا اخلي الجل على القسطره نفسها. الطريقتين موجودين عشان بس ما حدش ينتقد يعني ماشي يا شباب. على فكره الفيديو ده برضو من الاوسكي جايد اللي هو بتاع الزماله البريطانيه. خلاص هو كده عمل ايه؟ حقن جل في انترا يوريثرال بس، وهيجيب بقى القسطره دلوقتي هيدخلها بشويش وبهدوء مهم جدا، والا انت ممكن تعمل يعني تعمل شوك للعيان فيجاس بهدوء وتبقى متابع العيان. معلش يا عم الحاج ايه الاخبار دلوقتي؟ كلام زي كده. الايثكس دي غايه في الاهميه. انت هتكون بتتابع حاجتين اتنين، تكون بتتابع الكميه اللي انت دخلتها وفي نفس الوقت ماشي. احنا ماشيين كويس يا جماعه ولا نقفل على كده؟ ها عشان بس الدكتوره منى منتظره، فانا مش يعني خلاص كده دقيقتين بالظبط ان شاء الله اكون خلصت. خلاص هو اهم حاجه انت بس وانت شغال بتدخل القسطره بتكون متابع نهايه القسطره. اول ما تجيب بول يبقى انا خلاص انترا يعني في اليورينري بلادر يعني، واخد بالك؟ دخلت انا وجابت دخل كمان شويه صغيرين بس، وهتبتدي تحقن سلاين في البالونه اللي هي مع القسطره. خلاص في بعض الناس بتعمل حاجه كويسه قوي، ان هو بس يبقى يثبت القسطره بعد ما تثبتها بسلاين في البالونه بتاعتها، تثبتها على 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 فخذ العيان يعني فاهمين، على الثاي كده، تيجي بلاستر تاني عشان ما حدش لو تشدت منه ما تشدش على الايه؟ على اليوريثرا فاهم. وساعات يجي لك عيان بقى برابشر اليوريثرا ومشاكل كبيره قوي. نيزو جاستريك تيوب ما اعتقدش ان ده التايم بتاعها. بلاد بريشر سهل جدا. بلاد جلوكوز ميجرمنت يعني اعتقد هي حاجه سهله بس خلينا برضو مايندد بيها. يعني كونسنت العيان نفس الستبس يعني. انا بس جايبها عشان اقول لك على يمكن نقطه واحده. انت عندك المونيتور والستريبس اللي هتقيس بيها واللانست اللي هتعور بيه العيان والشاش اللي هتعمل بيه كومبريشن في الاخر. انتوا عارفين ان هي انواع كتير طبعا، اجهزه كتير قوي، لكن في نقط انا يعني تخلي بالك منها. شايفين العلامه اللي جات على الشاشه علامه نقطه الدم دي ولا مش واخدين بالكم منها؟ ما تشتغلش ولا تحط دم على الاستربايه لما تكون نقطه الدم دي ظهرت، والا الجهاز مش هيقرا حاجه. خلاص بس تكون بتعمل الوميض اللي انت شايفه ده، ان هو الجهاز ريدي دلوقتي انه يشتغل يعني. طبعا ديت واخدين بالكم ده اللي هو الايه النيدل الحلو بتاعت بره. بس مصر هنا انت حاجه من اتنين، يا بتجيب سن ابره خفيف كده وبهدوء تعمل عيان، يا اما تشك بالشكاكه موجوده برضو. لاحظ شوف الشياكه، ولا عيان مش شايف السن، سكويز شويه مجرد بس بتقف وهو بينتقل عادي جدا يعني، بتقف بس على البلد وهو بيطلع على الايه على الاستربايه، قول له عيان كومبريس ويت لحد ما يقرا لك.
بس هو هنا هيقرا بالملي مول مش زي الايه الاجهزه المصريه. طيب الاستيك ستوكينج ما اعتقدش ان ده حاجه صعبه. انت ممكن عارفين رباط الضغط بنعمله زي العيانين، ما اعتقدش ان دي حاجه ان شاء الله صعبه. فيميل كاثيتر دي ذا لاست فيديو. خليني اتجاوز الجزء الاناتوميكال، انا عايز بس انت في نقطه مهمه يعني كنوع من التاكيد بس على الاناتومي، ان انا عندي الفيميل يوريثرا اباوت 4 سم، فانت مفيش داعي بقى ان انا ادخل جزء كبير من القسطره في اليوريثرا. قبل ما تشتغل يعني خلي بالك، في للاسف الشديد معظم البيشنتس بيكون في باد هايجين، فانت خلي بالك يعني عقم كويس عشان ما تعملهاش برضو يو تي اي بسبب ان انت بتركب بقى قسطره. ده بيعمل ايه معاه؟ بادة او شاشه كده وفيها كحول او فيها بيتادين. خلي بالك في نقطه، الكحول بيحرق جدا لو في ابريجن، يعني لو العين فيه اي جروح العين هيبص ممكن يشتمك، مش ممكن، حرقان رهيب لو حصل جه كحول على جرح او على ابريجن في السكن. فانتوا لو تستعملوا بيتادين يكون افضل يعني. خلاص طبعا اليوريثرا بتكون يعني اب سايد فوق بنفس الطريقه. استاذنك يا ستي لو سمحتي بعمل كذا، فاهم؟ اول ما تلاقي ريليز يبقى انت انترا، في انت جوه البلادر، وفي نفس الوقت هتتابع بره تشوف اليورين طلع في الايه في القسطره. تمام، هتعمل ادفانسمنت وتحقن في البالون عشان خاطر تثبت القسطره وتثبتها على الثاي بتاع البيشنت. يعني اتمنى تكونوا استفدتم بالفيديوهات دي. كان في بس تنبيه قبل ما، طيب الدكتوره منى كانت نبهتني امبارح لحاجه كويسه الصراحه جدا، بتقولي ان الناس ممكن يكونوا فهموا ان انا بقول لكم يا جماعه شدوا على التمريض واعملوا فيه مساواه، لكن انا مش كده اطلاقا، ومش ده التعامل اللي احنا مطلوب نعمله. احنا بنقول دلوقتي الاصل في الامور ان احنا نكون اخلاقنا حسنه، لكن اعرف ان انت لو بقيت يعني باللغه طري كده خالص فعلا مش هتخش في مشاكل كبيره. انا بقول شد الجذب، انت دكتور وهي ممرضه بدون اي احتقار، بس تبقى عارف ان انت ده الليفل بتاعك. الحاجه الثانيه، اكتر ناس يستاهلوا يتخدموا التمريض على فكره، دي يعني جابت لك ابوها، معلش يا دكتور ابويا تعبان ووصي لي بس عليه في عياده كذا، ده تعمله على طول ماشي، هتتحب جدا وهيفيدك في الشغل. الحاجه الثانيه ما تسيبهمش بس زي ما قلت لك ان هم يلبوك او يشيلوك شغل او كده خلاص. قلنا التمريض الفيميل ممكن بيبصوا للدكاتره الفيميل في بشكل فيه نوع من المقارنه، فانت محتاجه تكسبي التمريض برضو. يعني مره تعزميهم اللي هو يا جماعه احنا مفيش فرق وبتاع، مفيش مانع تقعدي معاهم في اوضه التمريض، اخباركم ايه، انت عامله ايه، مالك كده وشك مش مظبوط النهارده كده، تحس ان انت برضو يعني مش انا دكتوره وماشيه وعامله كده، مش صح خلاص. يعني يبقى التوسط في الامور مطلوب، لكن انت ليك ليفل وهي ليها ليفل، مطلوب منها تسمع الاوردر، يعني ده شيء اساسي. اتمنى تكونوا استفدتم واشكركم شكرا جزيلا. دلوقتي كان في مسؤول.